بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله طلاب الصف الرابع. نتابع مراجعة سورة نوح من الآية 11 إلى الآية 20. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات